بقية السؤال هو سأل سؤال عام عن القيامة والصراط والمرور على الصراط حفظكم الله. نعم، الصراط حق وهو منصوب على متن جهنم. الصراط هو الجسر، الصراط معناه الجسر الذي يضرب على متن جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعر وأحر من الجمر، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. وهذا كما في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم.